قال واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما بلغ 12 سنة، لما بقى عمره 12 وقيل 9، خرج به أبو طالب إلى الشام، ما 9 12 سنة، ده الراجح، عمره 12 سنة. لما وصل 12 سنة قال له أبو طالب: إنك تعلم أني رجل فقير، وتعلم ما مرت بنا من السنون وشدة المؤونة، فأراده أن ينطلق معه إلى الشام، فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في تجارة فرآه بحيرة الراهب، بحيرة يكتب بالألف اللينة ويكتب بالألف الممدودة، بحيرة الراهب، وبحيرة ده هو نصراني قسيس اسمه جرجس أو جرجيس بالياء، جرجيس نصراني قسيس ما أدرك النبوة، وكانوا بيمروا عليه لما اجوا في سفرة في الصيف إلى الشام، بيمروا على بحيرة في الطريق بتاعهم، وكان لا ينزل من صومعته. والصومعة دي بتكون شكلها يعني مقبب زي الجباب تحت الدجالين جاسة، عنده نفس نظام القبة دي، والصومعة عالية بيكون طالع فوق بحيرة بتعبد في الصومعة بتاعته، ولا ينزل للركبان، لما يجي الركب مع الربيو بيسلم عليهم ما بينزل لهم. فتلك المرة أول ما نزلوا نظر بحيرة من صومعته، لقى بعاين في الناس، فرأى فيء الشجرة، الفيء الظل بتاع الشجرة يميل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجم نزل هناك فلقى الظل بميل معه، قالوا فأمعن فيه النظر فوجد في عينيه حمرة، بقى طوالي هو بتابع بالكتاب اللي عنده، دل ما هالكتاب وكتاب كان موجود، فبقى بالذكر في الأوصاف وبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فنزل بحيرة من صومعته فأتى وفد قريش، قال لهم: إني قد صنعت لكم طعاما فانزلوا عندي. زمان ولا بنزل اليوم. قالوا: يا بحيرة، إن لك شأن اليوم، كنت لا تنزل إلى الركبان، الليلة ما لك. قال: فلا يتخلفن أحد منكم عن طعامي، كلكم تجي. فجاءوا وخلفوا خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا عمره 12 سنة، خلفوه مع شو؟ مع الإبل بتاعتهم. وجاءوا فلما وضع الطعام صار ينظر إليهم، لقى بعين داري يشوف الزول في ولا ما في، فلما لم يجده قال: ألم أقل لكم يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم؟ قالوا: ما تركنا إلا صبيا صغير مع رحلنا. قال: أحضروه. هداير ده مهم ذاته. قالوا: فذهب عمه الحارث ابن عبد المطلب فجاء به. قالوا: فنظر إليه بحيرة قال: هل هذه الحمرة التي في عينيه تأتي وتروح تجي وتمشي أم هي دائمة؟ قالوا: والله هي دائمة لا تفارقه أبدا. كده بدأ يتأكد. أول ما نزلوا عند الشجرة، وطبعا هم نزلوا أول، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولقاهم قعدوا في الظل فجلس إلى الشمس، قالوا فتحول ظل الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هم قاعدين مغادي الضلد حول له بهنا. فبحيرة قال يا بني أسألك باللات والعزى ألا أجبتني. قال وما قال له بحيرة ذلك كما نقل ابن سعد في الطبقات، قالوا إلا لأنه رأى قومه وما هم من باللات والعزى، لكن رأى قومه شنو بيحلفوا بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي والله ما أبغضت شيئا بغضهما، فلا تسألني باللات والعزى. ما بجاوبك. قال لي قال له أسألك بالله ألا أجبتني. قال سل عما بدا لك. بالله أسأل. عشان كده صاحب السيرة الشامية عقد فصل كامل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ربنا حماه من فعال الجاهلية كلها من الشرك ومن غيره، ما كان بيعمل معه ولا حاجة. حتى روى الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان صغيرا يرعى الغنم مع صبيان في مكة وهم في البادية بعيد، فقام قال لي صاحبه انظر إلي غنمي، راقب لي غنمي دين بالليل الكلام ده. قال له لعلي أنزل إلى مكة فأسمر كما يسمر الصبيان، داير أمشي يعني أفرق كده زي ما فرقوا الصبيان. فنزل مكة فوجد يعني عرسا، لقى الحفلة شغالة. قال ما هذا؟ قالوا تزوج فلان فلانة، في زول تزوج. قال فلما دخلت ضرب الله على أذني، قال والله ما أيقظني إلا حر الشمس. بس في محل ذكر رقدنا ما سمع ولا بيت واحد من الغنية، رقد في محل نام حتى الصباح. أول ما أيقظته الشمس رجع قال له ما فعلت صاحبه؟ قال والله ضرب الله على أذني فما سمعت شيئا. وأعاد نفس القصة بعد أيام وبرضه ما سمع أي حاجة حتى رجع. وقصص كثيرة إن شاء الله بيجينا في موضعها. فبحيرة بعد ذلك بقى بيسأله عن نومه وعن حياته، وكشف عن ظهره فوجد خاتم النبوة على شكل البيضة على ظهره. فأقبل إلى عمه أبي طالب قال إن ابنك هذا نبي هذه الأمة وسيبعث قريبا، فلا تدخل به الشام، ما تمشي، فإني أخاف عليه يهود، فلئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبلغنه منهم شر، ما تمشي به. عشان كده هنا قال فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. طوال من محل بحيرة ذا رجعوا المدينة، عفوا إلى مكة. المدينة هنا مقصود بها رجعوا إلى مكة. طيب، ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، قال وهو غلط واضح، وده غلط، وغلط أيضا ابن القيم والحافظ ابن حجر إنه رسلهم عودة ما بلال. ليه؟ لأنه بلال إنما كان عند بني جمح، كان عند أمية ابن خلف الجمحي، وبلال ما أنقذ من العبودية إلا بعد النبوة. واشتروا منه؟ اشتروا أبو بكر الصديق، كويس؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وبلال أصغر من أبو بكر الصديق، يعني وقت عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، بلال كان كم؟ قيل غير موجود ذاته، ما كان موجود. فعشان كده هذا غلط في الرواية،
ولكن بعثه مع بعض غلمانه فرجع إلى مكة.